إذا أفلس التاجر بحث في دفاتره القديمة، مثل يمكن تطبيقه بحذافيره على العراق الذي بات يعاني أزمات متعددة يقودها فساد الطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر من 17 عاما. فعلى الرغم من ثروات العراق النفطية الضخمة، إلا أن الفساد جعله في مصاف الدول الهشة وذات الدخل المنخفض بحسب تقرير جديد لمعهد بروكنز الأمريكي الذي أكد أن البلد لا يزال بعد نحو عقدين من الاحتلال الأمريكي عالقا في فخ الهشاشة ويواجه انهيارا للاستقرار السياسي واضطرابات اجتماعية متفاقمة وانقساما شديدا بين الدولة والمواطن. العراق الجديد المتخم بالأزمات المتعددة يعاني أسوأ نمو اقتصادي سنوي هذا العام منذ نحو عقدين بحسب المعهد الأمريكي، عازياً الانهيار الاقتصادي لأسباب عديدة أبرزها استشراء الفساد الحكومي وترسيخ السياسات الاقتصادية السيئة وصدمة انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا التي فاقمت معدلات الفقر، إذ بلغ عدد الفقراء في البلد أكثر من 12 مليون مواطن بحسب وزارة التخطيط. أما عن سبل حل هذا الوضع المتأزم، يستبعد تقرير المعهد الأمريكي وجود أي بوادر لانفراج الأزمة قريبا إذا استمر استشراء الفساد الحكومي وعدم محاسبة المسؤولين وتركيز الأحزاب الحاكمة على الصراعات بينها بدلا من التنمية، فضلا عن تعميق شرخ الثقة بين المواطن والطبقة السياسية العاجزة عن تقديم الخدمات الضرورية، فضلا عن غياب المناخ الاقتصادي والاستثماري الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب. أسباب يعرفها جيدا في الضفة الأخرى الشباب الساعي وراء استعادة مكانة العراق، ونتائج يراها المتابعون للشأن العراقي كافية لتغذية غضب البركان الذي لن ينتهي ثورانه سوى بقلب المعادلة لمصلحة الشارع المنتفض وإنهاء عملية سياسية بنظامها المحاصصاتي والطائفي.